يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أكياس البلاستيك التي تكون في البقالات يوجد على بعضها اسم الله سبحانه، كان يوجد طريق الملك عبد العزيز أو طريق الملك عبد الله أو غير ذلك، فهل من حرج في رمي هذه الأكياس أم لا بد من الاحتفاظ بها؟ بداية عندما تصنع هذه الأكياس يجب أن يلاحظ هذا، أن لا يكتب عليها اسم الله عز وجل، لكن ما دام كتب وانتهى هذا شيء غير مقصود، هذا شيء غير مقصود ولا قصدوا به ذلك، يمكن الانتفاع بهذه الأكياس، ولأن الكتابة عليها غير مقصودة، المقصود إلا أن تكون أوعية للحاجات والأغراض، لكن في البداية يجب عند الصناعة أن يمنع هذا الشيء. نعم، أما أن تبي تقضى وتبي تأخذ مقاضي من قالة ومن صيدلية ومن، لا في معنى، لأن هذا ما هو مقصود. نعم.